السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. إذن سوف أقترح عليكم نموذج رقم 2، إذن النموذج الثاني للفرد المحروس رقم 3، نموذج رقم 2 الفرد المحروس رقم 3 الأسدس الثاني مادة علوم فيزيائية مستوى التالية إعدادي. إذن التمرين الأول، أعرف المصطلحات التالية: العدسة والدور. أجب بصحيح وخطأ. يتم تصحيح قصر البصر بنظارة ذات عدسات مجمعة. العلاقة بين البعد البؤري وقوة العدسة هي سي تساوي سي فوا اف تساوي واحد. تلعب شبكة العين دور العدسة بالنسبة للعين. تركب الصغيرة في التركيب المنزلي على السلك المحايد. العدسة المفرقة لها حافة سميكة. المكبر عدسة مجمعة بعدها البؤري يتراوح بين 2 سنتيمتر و 5 سنتيمتر. كل الأشعة التي تجتاز العدسة المجمعة تنحرف. ترتبط القيمة الفعالة والقيمة القصوية للتوتر المتناوب جيبي بالعلاقة U max fois U efficace تساوي 1.41. التمرين الثاني، إذا التمرين الثاني في جزئين، كيتعلق الجزء أ بتوتر كهربائي متناوب بالجي بي، والجزء ب كيتعلق بالإنشاء الهندسي للصورة بواسطة عدسة مجمعة أر بي. إذا بالنسبة الجزء الأول، نعاين بواسطة راسم تذبذب التوتر المتوفر بين مربطي مولد. نضبط الحساسية الرأسية عند S V، دونك هذه S V، لا سونسيبيليتي فيرتيكال S V 10 فولت بار ديفيزيون. ونضبط الكسح B، يعني كسح سدير اس اتش بي يساوي اس اتش، سونسيبيليتي هوريزونتال اس اتش، اس اتش تساوي بي تساوي 25 ملي سكوند بار ديفيزيون. فنلاحظ الشكل جانبه، اذا تلقى هذا الشكل هذا الاوسيلوغرام الذي يمثل شاشه راسم تذبذب. اولا، ما هي طبيعه هذا التوتر؟ علي الجوابك. ثانيا، واحسب القيمة القصوية U max للتوتر. ثالثا، القيمة الفعالة U E للتوتر. رابعا، واحسب الدور T للتوتر. إذن بالنسبة للشاشة مدرجة بتدريجات، إذن هذا المحور هذا الأفقي يمثل محور الزمن. إذن محور الزمن، والمحور الرأسي يمثل محور التوتر. إذن يجب استثمار هذا المنحنى هذا للإجابة على الأسئلة هذه. إذن جزء ب، نضع شيئا بطوله 1 سنتيمتر متعامد مع المحور البصري أ تنتمي لهذا المحور على بعد 7 سنتيمتر من مركز عدسة مجمعة L، بعدها البؤري F تساوي 2 سنتيمتر. احسب C قوة العدسة L. ثانيا، انشئ هندسيا الصورة ابريم ببريم، اذا الانشاء الهندسي باستعمال سلم مناسب. ثالثا، ما طبيعة الصورة المحصلة عليها ابريم ببريم. ثالثا، التمرين الثالث،
عيسى تلميذ بالثانوي الإعدادي الوفاء يعاني من عيب في عينيه، فهو لا يستطيع القراءة على الكتاب. فلما زار طبيب العيون وصف له نظارة تمكنه من الرؤية الجيدة ومن القراءة بسهولة. لاحظ الشكل جانبه وأعطي لكل رقم الاسم المناسب. إذن هذا الشكل يمثل العين. إذن مكونات العين: 1 2 3 4. إذن هادو أشعة ضوئية، إذن تلتقي خلف الشبكية. ما هو العيب الذي تعاني منه عين عيسى؟ إذن بناء على هذا التقاطع ديال الأشعة خلف الشبكية، نستنتج العيب البصري الذي تعانيه عين عيسى. ثالثا، ما نوع العدسات التي تحملها نظارة عيسى؟ إذا الوصفة الطبية تحمل نوع من النظارات، إذا ما هو هذا النوع لتصحيح هذا العيب البصري؟ رابعا، ما الدور الذي يلعبه العنصر رقم 2، يعني هذا العنصر هذا، والدور الذي يلعبه العنصر رقم 4، يعني هذا العنصر، هذا العنصر رقم 4 اللي هو هذا. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هذا الفرض، هذا تخدموه مزيان مع الأصدقاء ديالكم، و للاستعداد للفرض المحروس داخل القسم. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، وفي انتظار التصحيح الذي سننجزه لاحقا.